بسم الله الرحمن الرحيم. في خناقه يا جماعه، هو ايه الكومن ستينيرف انجري في اللور لاب؟ السايتك نيرف والحاسه المشروع بتاعت الانتراسكول انجكشن فين، ولا النيرف ده؟ ايه النيرف ده؟ كومن فيبيولار نيرف. وانا حبيت اقول لكم الاسامي الحديثه اللي طلع في كتب الاناتومي الحديثه اللي هي ما بين ايدين، اسمه كومن فيبيولار، لانه من 10 15 سنه كان اسمه كومن برونيال. ما بين بنات ما كلمه برونيال يعني فيبيولار، فقال لك كومن برونيال وتعيد وبتعمل يا عم خليها كومن فيبيولار. ففيبيولار هي برونيال. زمان كانوا يسموه ايه بقى؟ النيرف ده يا جماعه ابتدى من السايتك نيرف، دخل في الفوسه اللي اسمها ايه؟ البوتيتيال فوسه، فقالوا عليه البوتيتيال نيرف. البوتيتيال نيرف كان عندي اثنين، واحد على اللفه الاسود وواحد على الميديا الاسود. احنا اللي يخصنا ويهمنا الصغير ده على فكره الاصغر اللي على اللفه الاسود، وعشان كده زمان كانوا بيقولوا عليه لاترال بوبليتيال نيرف. انا ما هجيب لكم في الامتحان، هجيب لكم الاسم الكومنس واللي موجود عندكم في الانتومي اللي هو كومن فيبيولار. وكده بيبقى ما بين اسامي الاسماء الثانيه دي التاريخ. الكومن فيبيولار ده سمولر اصغر برانش من السايتك ماشي لاترال في البوبيتيال فوس على الميديال اسبكت اوف بايسس، رايح لفين؟ رايح لنهايته. نهايته في الاناتومي ونهايته في الانجن. ماشي اهو لاترالي عشان ينتهي على اللاترال اسبكت اوف ذا نيك اوف فيبيولا، ده حتى اسمه فيبيولا يا جماعه. انتهى على اللاترال اسبكت اوف ذا نيك اوف فيبيولا. او ما يسموه كومن فيبيولا لانه على اللاترال اسبكت اوف ذا نيك اوف فيبيولا هيتقسم لسوبرفيشال فيبيولا وديب فيبيولا نيرفس. طبعا يا جماعه الكومن سايت فور انجري ليه فين؟ النيك اوف فيبيولا دي يعني عظمه كبيره تخينه محترمه ولا عظمه مسخره؟ هي رفيعه جدا. وفي اي رياضه احنا بنلعبها وبالذات في الكوره، لو حد دخل حتى بربيته بس كده وخبط فيك هنا فراكشر نيك اوف فيبيولا، وغالبا معاها باللاترال بوبليتيال نيرف انجري اللي هو كومن فيبيولار نيرف. غالبا يا جماعه فعلا بيطلع عليهم فضل الكومنس انجري في اللور ليج عشان هناك الفيبر الرفيعه، وفي الرياضات المختلفه اي واحد من الشباب ياخد خط طيران بفراكشر هناك الفيبر وكومن فيبيولار نيرف انجري. المسلز، ايه المسلز اللي سبلاي ال كومن فيبيولار؟ ولا حاجه. الكومن فيبيولار ما بيديش ولا مسل بس. انا قلت لك ان هو انتهى لسوبرفيشال فيبيولار ودي فين؟ ايه السوبرفيشال فيبيولار ده؟ السوبرفيشال فيبيولار يا جماعه ده النيرف سبلاي لل السوبرفيشال فيبيولار السوبرفيشال فيبر ده هو النيرف سبلاي لللاتر جروب اوف ذا ماسلز اوف ذا ليج. اللاتر جروب دي بتعمل ايه؟ بتاخد الصورة اوف ذا فوت لاترال. فما تاخد الصورة اوف ذا فوت لاترال دي حركه اسمها اي فيرجن. ماشي؟ وابدا الكومان فيبر ده مين؟ الدي فيبر. الدي فيبر ده النيرف سبلاي للماسل اوف ذا فرانت اوف ذا ليج. الفرونت اوف ذا ليج دي بقى اللي بتعمل ايه؟ بتاخد الدورس اوف ذا فوت لفوق. بتاخد الدورس اوف ذا فوت لفوق فبتعمل حاجه اسمها دورسي فيليكشن. لو حصل لك بقى كومان فيبيولار نيرف انجري ايه اللي هيحصل؟ هو في حد ذاته طز، بس هي مشكلته في التوابع بتوعه. اما سوبرفيشال فيبيولار فقد، يبقى فقد الاي فيرتس. فالسولف زي ما قلت يحصل لها ايه بالعكس؟ ان فيرجن. يعني السولف زي ما قلت بقت بصه لجوه ان فيرجن. طب اما الدورسي فليكسورز بقى بارلايز، السولف زي ما قلت بتاعك يحصل له ايه؟
هينزل تحت بلانتر فيليشن. فبالبلدي اما يحصل كومن فيبولار نيرف انجري اللي عنده وعنده انفرشن عشان بريس الدم اي فيرتوس اللي بيعملوا انفرشن وبلانتر فيليشن عشان بريس الدم دورس فليكسورز اللي سبلاي بيلت دي فين. متخيلين الموقف عامل ازاي؟ يعني السورس بتاعتي لو كده على الارض حصل لها بلانتر فليكشن والانفرشن ده بالبلد. دلوقتي انا عندي يا جماعه ديفورمتي. الديفورمتي دي كعب رجليه اللي هي كالكينيوس عاليه على الارض ولا انا منتكس عليها؟ ده بلانتر فليكشن عاليه على الارض. الكالكينيوس عاليه على الارض. الكالكينيوس عاليه على الارض. في مين يا ربي بشوفه دايما الكالكينيوس بتاعته عاليه على الارض؟ الحصان. عشان كده الديفورمتي دي اكواين زي الحصان. اكواين يعني زي الحصان. طب انت بقى السورس فود بتاعك دخل لجوه ولا خرج بره؟ على فكره بقى بيحصل لك ميديا ديفورمتي اللي هي الانفيرشن يعني. دي بيتقال عليها فيروس. ميديا ديفورمتي. لو حصل لك لاترال ديفورمتي يتقال عليها فالجس. فانت بقى فيروس لجوه ولا فالجس بره؟ انت انفيرشن فيروس. والديفورمتي اللي عندي في الجزء الخلفي من الفوت يعني عندي كالكينيوس ولا في الصوابع؟ عندي كالكينيوس في الجزء الخلفي. ترجم بقى معايا. ديفورمتي في الجزء الخلفي من الفوت دي يطلق عليها تالي بس. وانا زي الحصان ابقى اكواين وصرف زفوت لجوه ميديا يعني انفرشن تبقى فيروس. وبقى الديفورمتي بتاعتك باراليتك لانها نتيجه باراليتك تالي بس اكواين فيروس. ترجمها عشان دي هتقرفك قوي وانت بتقرف ذاتك. فكلمة تاليبس حتى انتوا شرفتوا الكلمة الانجليزية بتاعها هجيبها لكم على ال اهي باراليتيك تاليبس يعني ديفورميتي اوف هايند فوت اللي هو الجزء الخلفي من الفوت يعني منطقة التارسال بونز كالكينيوس واخواتها. الكوينو يعني زي الحصاره الكالكينيوس عالي على الارض. فيروس يعني فوت بتاعتك دخل جوه. ان فيرشن ديفورت ماشي. ايه الكوتينيوس سبلاي بتاع اللاترال بوبليتيان او الكومن فيبولار ده؟ معلش انا دايما بغلط وبقول لكم ساعات بدل كومن فيبولار لاترال بوبليتيان. هو طبعا نفس الاسم بس اصلا متعود على الايه؟ على الاسم القديم بتاعه. الكومن فيبولار ده بيديك نيرف اسمه شورا كوميونيكيتنج. بيروح يمسك كده مع نيرف اسمه شورا نيرف. وبيديك لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. واضح من الاسم؟ لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. يبقى بيغذي مين؟ الابر بارت اوف ذا لاترال اسبكت اوف ذا ليج. ده ال كومن فيبر. بس تعالوا بقى اللي بعديه ما برضه هيكون مفقود. السوبرفيشال فيبر. السوبرفيشال فيبر بقى هيغذي مين؟ ده كان زمان اسمه السوبرفيشال فيبر ده ماسكولو كوتينس. ماسكولو لانه كان بيغذي المسلز وبيغذي الازمه. وبعدين بيكمل اسكوتينيس برانش لمين؟ اهي لل lower part of the anterior aspect of the leg. ويكمل على lateral aspect of the foot. فدي برضه منطقه فقدت مننا تبع السوبرفيشال ايفيبل اللي هي lower part of the front of the leg وال lateral aspect of the foot. الديفيبولار. الديفيبولار كمان فقد اللي كان بيغذي المسلز of the front of ايه؟ of the leg اللي هي الدورس فليكس. بيدي كوتينيس ايه ده؟ بيدي كوتينيس حته سبيسيفيك قوي. انت عندك كام صباع في رجليك؟ خمسه.
الحته اللي ما بينهم دي اسمها ايه؟ بيتقال عليها فيرست سكند ثيرد فورث كليفت. كليفت يعني الشق اللي ما بين الصابع ده. الدي فيبولار يغذي الفيرست كليفت اللي هو السكين اللي ما بين اول صباع وثاني صباع. ويبقى اذا لو حصل كومن فيبولار نيرف اند نتيجه كومن فيبولار نفسه اللاترال اسبكت اوف ذا ليج بقى في سنسور لوس. سوبرفيشال فيبولار اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا ليج واللاترال اسبكت اوف ذا فوت. والدي فيبولار الفيرست كليفت كمان بقى فيه سنسور لوس. والديفورميتي اللي اوعى تنساها لو حد سالك فيها في الامتحان هيسالوك فيها لازم تقول له في اللاترال بوتيال نيرف انجري بيحصل بلانتر فليكشن اند انفرجن واقعد ساكت. لو قال لك بقى اسمها التاني ايه؟ قول له قلت له بقى اسمها تالي بس اكواين وفيرس. وطبعا بقى لو سالك يعني ايه؟ تبقى ده مسقطك سقطك وتروح بقى يفاجئ دي تقول له تالي بس ديفورمتي اوف هايند فود واكواين حصان وفيرس انفرجن ديفورمتي. ساعتها بقى هتبص تلاقيه راح نازل على رجليه وقول له رجليك ابص يا معلم انت احسن طالب انا ايه امتحنت في تاريخ حياتي لان طبعا مفيش طالب ايه يعرف كده خالص. فنحن ننفرد بالكلام ده تبقى انت بقى يعني الايه الحاجه الحلوه بتاعت اليوم ده عارف يعني تلبس وكوين وفيروس وكده اهو ماشي. ده يا جماعه بالنسبه للكومن فيبيولار نيرف انجري. عايز بس اسمع منك الديفورمتي اسمها ايه بالبلدي؟ بالبلدي انفيرشن ان دوس فليكشن بلانتر فليكشن اللي اسمها بقى باللاتيني تاليس واين فيرس ماشي. ده كمان بالنسبه للكومن فيبيولار نيرف انجري.